أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجزئ قراءة ورد اليوم والأذكار بالقلب من دون تحريك الشفتين، أم يجب العمل بالجوارح؟ وهل تجزئ القراءة عن نفسي وأبنائي، أم أخصص لهم قراءة مستقلة؟ لا يكفي الذكر في القلب، لا بد من الذكر بالقلب واللسان. لمن يستطيع النطق لا بد أن ينطق، يتلفظ بلسانه بذكر الله عز وجل وبالأدعية وبالأوراد الشرعية، لا بد أن يتلفظ بها بلسانه، ولا بد أن يعتقدها بقلبه. فلا يكفي التلفظ بدون نية القلب، ولا تكفي نية القلب بدون التلفظ، بل لا بد منهما. ولا يسمى ذكرا إلا ما نطق به وسمع. وأما الورد على الأولاد، هل يورد عليهم استقلالا أو يورد عليهم مع ورده؟ نعم، ينوي بالورد عن نفسه وعن أولاده، ويكفي هذا. ينوي بالورد أنه عن نفسه وعن أولاده، ويتلفظ بهذا، يذكر أولاده أو من يريد مع نفسه، ولا يشترط أنه يورد عن نفسه أولا ثم يورد عن أولاده، بل يتلفظ بذلك وينويه بقلبه عنه وعن من يريد من أولاده أو غيرهم. نعم.